في الحلقة المعتادة لملخص أخبار الأسبوع على بلاير ون، واللي غطي لكم فيها أهم اللي حاصل في عالم الألعاب. راح نشوف الألعاب المرشحة لجوائز الأفضل لهذا العام، وخطط بلاي ستيشن لمنافسة الإكس بوكس جيم باس، وآخر أخبار اختراق كابكوم وأكثر. الفين وعشرين صحيح انها ما هي سنة مثالية في افضل الاحوال بسبب كل اللي حصل، لكن من ناحية الالعاب فالوضع كان جيد جدا، مع اصدارات كثيرة قدمت تجارب رائعة من العاب معروفة لعناوين جديدة ومفاجأة. وفي السنين الاخيرة اصبح من المعتاد الاحتفال بافضل الالعاب من خلال حفل الجوائز السنوي، واللي تم الكشف عن الالعاب المرشحة لجوائز 2020 وفي عدة فئات مختلفة اهمها لعبة العام. النصيب الأكبر من ناحية الترشيحات كان لسوني مع 22 ترشيح، سواء لألعاب استوديوهات بلاي ستيشن أو الحصريات المؤقتة لهم، من خلال الجزء الثاني لـ The Last of Us و Ghost of Tsushima وريميك Final Fantasy 7، بالإضافة لتواجد لعبة نينتندو واللي حققت أرقام قياسية هذا العام من ناحية المبيعات Animal Crossing New Horizon، وتواجد للعبة الشوتر الأسطورية من بيثيسدا وإيد سوفتوير دوم مع جزء إترنال. واخيرا المفاجأة السارة لهذا العام للعبة هيديز من سوبر جاينت جيمز ضمن المرشحين للعبة العام. وللي حاب يشارك فالتصويت متاح الان على موقعهم الرسمي، مع العلم انه تصويت الجمهور يمثل 10% من القرار النهائي. من الناحية الشخصية اشوف الحفل فكرة جميلة للاحتفال بصناعة الالعاب ككل، اكثر من تحديد لعبة بكونها الافضل عن غيرها، لكن بشكل عام الألعاب المرشحة تستحق التواجد في القائمة من وجهة نظر المتواضعة. ويهمني أعرف رأيكم في هذا الموضوع، فهل تشوفوا القائمة عادلة ولا في ألعاب أخرى تستحق التواجد؟ وللعلم الحفل ما راح يشمل فقط الإعلان عن الفائزين بالجوائز، وعادة يشهد تواجد إعلانات وعروض جديدة وأحيانا تكون مهمة وقوية. فإذا حاب تتابع الحفل اعمل حسابك أنه بيكون فجر 11 ديسمبر. في حلقة أخبار الأسبوع الماضي ذكرت خبر أنه بعض ملاك البلاي ستيشن 5 اتكلموا عن جليتش يحصل مع تحميل بعض الألعاب ويتسبب في أنها تعلق في طابور التحميل، فمن المفترض أنه بلاي ستيشن شارك وحل المشكلة من خلال تحميل التحديث الأخير وتشغيل الجهاز في الوضع الآمن وإعادة بناء النظام. طبعا مثل هذه الأخطاء التقنية متوقعة في هذه الفترة، وغالبا راح يتم حلها بالتدريج من خلال تحديثات مستمرة، مثل المشاكل المتعلقة بوضع الجهاز في وضع السكون. وحاليا أنصحكم بتجنب هذا الشيء تماما، فإما أنك تطفي الجهاز بشكل نهائي أو تخليه شغال. وبناء على تصريحات بلاي ستيشن في الفترة الأخيرة، التحديثات بتكون وسيلة لحل الأخطاء التقنية وتحديث أداء الجهاز واليد، وأيضا إضافة خصائص جديدة مستقبلا مثل إمكانية توفير متصفح أو دعم دقة الـ 1440 بيكسل. ومع صدور الـ PS5 وكثرة حوارات كبير الشركة جيم راين، حبيت ألخص لكم آخر كلامه المهم بشكل سريع. ففي رده في أحد الحوارات على نية بلاي ستيشن في تقديم خدمة منافسة للإكس بوكس جيم باس، ذكر أنه في أخبار متعلقة بهذا الموضوع قادمة في الطريق، وإنه حاليا خدمة بلاي ستيشن ناو موجودة بشكل فعال في الكثير من الدول، لكن في نفس الوقت شدد إنه توجههم ما راح يكون مشابه لإكس بوكس من ناحية توفير حصرياتهم بشكل مجاني على خدمات الاشتراك ومن يوم الإصدار، لأنه على حسب كلامه ألعاب بهذا الحجم تكلفهم أكثر من 100 مليون دولار، ومو من المنطقي لهم وضعها بشكل مجاني ضمن خدمة شهرية. أما بخصوص البلاس كوليكشن فحاليا ما في خطط لإضافة ألعاب جديدة أو إنها تكون بشكل دوري، ومبدئيا راح يتابعوا الوضع وتقبل الناس ومن ثم راح يقرروا. أما التعليق الأخير اللي ثار اهتمامي من تصريحات جيم راين يتعلق بالجزء القادم من God of War وعن مدى توفر اللعبة على البلاي ستيشن 4 أيضا أو كونها حصرية للبي اس 5، ففي جوابه على هذا التساؤل الرجل اعتذر عن الإجابة وذكر انه حاليا ما عنده شيء يعلنه بهذا الخصوص. هذا الرد مع حديثه انه قوة العاب البي اس 5 الحقيقية بنشوفها بعد سنتين يخلينا نتوقع انه الجزء القادم من God of War احتمال كبير يصدر على الجيلين، لكن طبعا للآن ما في شيء رسمي. بعد ظهور الكثير من الشائعات المتعلقة باختراق العملاقة صاحبة سلسلة Resident Evil الشهيرة كابكوم من قبل مجموعة من الهاكرز،
كابكوم أكدت الخبر بشكل رسمي أنه تم اختراق وسرقة أكثر من تيرا من بياناتهم، واللي تشمل معلومات عن الموظفين وعناوينهم وغيرها. لكن في نفس الوقت أكدوا أنه المعلومات البنكية ما كانت من ضمن المعلومات اللي تم سرقتها. وعلى حسب موقع بليبينج كمبيوترز، المجموعة اللي قامت بالعملية طالبوا ب 11 مليون دولار قبل ما ينشروا البيانات على الانترنت، لكن الظاهر أنه الطلب ما تم تلبيته وتم نشر البيانات. ومن ضمن المعلومات اللي تم تداولها والغير مؤكدة رسميا من كابكوم الآن تخص لعبة Resident Evil Village، أهمها أنه اللعبة ممكن تتوفر على الجيل الحالي أيضا، وأنه نهاية أبريل بيكون موعد الإصدار وبتكون داعمة للغة العربية. وللتشديد هذه المعلومات غير مؤكدة للآن. سلسلة يوبي سوفت الأهم أساسنز كريد تعيش حاليا أفضل أيامها، فجزء فالهالا واللي صدر في الأيام الماضية قدر يحقق كل النجاحات المطلوبة. فمن ناحية التقييمات والمراجعات اللعبة أدت بشكل إيجابي جدا، وحتى من ناحية المبيعات وتقبل اللاعبين نجحت بشكل كبير، خلاها أفضل إطلاق لجزء من أساسنز كريد. وبالرغم من أنه ما في رقم رسمي لحد الآن، لكن بما أنه الإصدار الأنجح يعني قدر يتجاوز حاجز 3.5 مليون نسخة مباعة حتى الآن، الرقم اللي كان يخص الجزء الثالث من السلسلة بعد أسبوع من الإصدار. هذا النجاح الكبير مكنها أنها تتجاوز حتى Call of Duty في بريطانيا، الشيء اللي ما حصل من 13 سنة، وتعتبر أفضل إصدار لأي لعبة من يوبي سوفت على البي سي. شخصيا متحمس أني أجربها، لكن مع التركيز حاليا على ديمون سولز وسبايدر مان أتمنى أني ألاقي الوقت الكافي قبل سايبر بانك 2077. عموما كل هذه الألعاب راح أشارككم تجاربي لها في الأيام القادمة. في إعلان جديد ومفاجئ من استوديو IO Interactive أصحاب ألعاب هيتمان، أعلنوا أنه مشروعهم القادم والجديد بيكون عن الجاسوس الأشهر جيمس بوند. طبعا العرض التشويقي القصير ما كشف الكثير عن اللعبة غير البطل، ومن خلال موقعهم الرسمي ذكروا أنه التوظيف حاليا مفتوح للعمل على المشروع اللي الظاهر أنه في مراحل مبكرة. لا تنسوا تذكرونا في التعليقات رأيكم في قائمة الألعاب المرشحة لجوائز الأفضل لعام 2020، ومن هذه القائمة مين يستاهل يفوز من وجهة نظركم؟ عن نفسي لو اضطريت أختار من الستة الموجودين راح أختار شبح تسوشيما. وعموما على نهاية ديسمبر بإذن الله أيضا راح أشارككم تجاربي الأفضل لعام 2020 بعد ما أخلص من طابور الألعاب المزحوم اللي في الانتظار. وإيش رأيكم في موضوع صدور God of War على PlayStation 4؟ هل تشوفوه قرار طبيعي ومنطقي؟ ولا تتمنوا إنها تكون حصرية للـ PS5؟ وتذكير عشان تستمر بالحصول على دفعات الأخبار وغيرها من المواضيع والتجارب والتغطيات، فالموضوع بسيط، ضغطة على الاشتراك وضغطة على الجرس، ومو غلط إنك تشوف آخر فيديوهات Layer 1. وكالعادة ختامنا بشكركم على المشاهدة.